بس حضرتك كنت بتقول دلوقتي ان التنس بيحاول يكاتش اب او يحاول يلحق النجاحات السكواش. طب هو كان ايه اللي مانع التنس الفتره اللي فاتت دي كلها انه النجاحات اللي فيه تبقى بنفس قدر نجاحات عالم السكواش؟ المنافسه اصعب واقوى بكتير. يعني انت بتنافس موضوع دخل فيه علم ودخل فيه فلوس كبيره جدا. اللعيبه اللي بننافسهم يعني مثلا كان معايا لعيبه ناشئين مصريين من احسن ناس في العالم تحت 12 14. انت في جهات بتدير اللعيبه وفي يعني زائد الاتحاد المحلي بتاعه في شركات بتدير اللعيب من بدري هو ماضي معاها عقود. أوكي. والشركات دي بتملك بطولات وبتعرف توصله السكه واللي بيملك الشركات دي لعيبه ابطال سابقين فهو عارفين السكك عارف الطريق. فاللعيب بيبقى كذا كذا جهه بتدعمه واحنا اللعيب بتاعنا الجهات اللي وراه قليله جدا. دلوقتي المنظومه بتبتدي في سبوت لايت متركز علينا شويه عشان في نجاحات ميار فطبعا اول المصري ما اتحط له الطريق ده بقت سكته اسهل بكتير. طب واحنا هنعمل اي صفقات مثلا قريب او حاجه؟ هو الموضوع عندنا يعني مختلف شويه عن الكوره ان احنا مش بنحاول نطلع لعيبه على قد ما بنقدر وطبعا بنطعم الفريق بلعيبه محليين. ما عندناش اجانب كتير في الدوري بتاعنا مانعين الاجانب علشان نساعد اللعيبه المحليين. التنس لعبه فرديه بس الدوري بيبقى لعبه جماعيه شويه. يعني في الدوري بتاعنا بنلعب بتسعه لعيبه عشان تكسب لازم خمسه يكسبوا. يعني احنا مثلا معانا فريق السيدات ميار نمره واحد في مصر واحسن واحده في مصر بس لازم الثمانيه التانيين على الاقل اربعه منهم يكسبوا. طبعا في البطولات التنس الفرديه سواء في ترتيب محلي او بطولات الجمهوريه كل واحد مسؤول عن نفسه بطولته باسمه. يعني فاللعيب بيلعب باسمه ويوم الدوري بس بنبقى كلنا فريق.